السلام عليكم اخوان حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ عسى يوم خير وبركه عليكم وعلى عوائلكم ان شاء الله. اخوان اليوم بدات تطير الطيور، طيرتها تطير الطيور وتفتر تاخذ فصل ربع ساعه، بس المشكله اذا تيجي تحط على البيت اليمنى هم بعدها. فسويت هي هاي مرحلتين، مرحله المطيار مرحلتين، مرحله هنا ومرحلة نطيرهم بالتنقيل، يعني ننقل لهم يحطحطون زين. هاي الطواير طلعتها هاي ما تطير، البقية يطيرون، هاي ما تطير تحط بس هنا. فمن يطيرون يجون دا يحطون، ننقل لهم يحطون هنا، لأن هاي مسويها المرحلة أكثر من مرة. أخوان المفاجأة الكبرى، المفاجأة الكبرى، مو بس أنتوا تصيدون، إحنا هم نصيد. شوفوا ايش صايد، شوفوا ايش صدت. هذا طبعا لا واحد يقول لي مشتري، واحد يقول لي لا، واحد والله العظيم صدته زين. اجا ويا الطيور، لقيت انا مو الطيور تحط على الجيران، جيت لقيتها نازل ويا الطيور هنا على الجيران، هناك على الجيران، وجاي نازل ويا الطيور هنا همينا زين. سيس هاي مال تحط هنا شويه ان شاء الله لاك فطين، بس ما يخالف هم نسويها، هم نسويهم ما يخالف، المفروض ما يحطون، المفروض ما يحطون، يحطون هنا. شوف ذولاك متعلمين ولد القندره يحطون هناك. هسه نهججوا ابقى وياي، هسه اطيركم اياهم كلهم اخوان، لان ذول هنا الايرانيين والباكستانيين هوايه، هذول هوايه يعني ذول هوايه يربون طيور يعني من هاي الزبيريات. فهو عنده فراخ مبين حلقه مشقوق مزق، شوف بس يريد يطلع باوع، باوع يريد يطلع، بس حبسته هنا خاف بيه مرض، خاف بيه شيء، اعزله هنا انطيه هاي ليك يا امي انطيه اياه، والله ما عندي مانع. هو هايج هاي صاير مي، باوع باوع هاي صاير مي، هذه كلها صبغناها، سوينا ترتيب حلو. شوف كلها صبغناها زين، خلاص سد الباب. هاي قلت لكم عليها ام راح اصبغها خانات، شوفوا حبايب قلبي هذه الخانات كلها صبغتها، شوف يعني صارت فتشي حلو والله، كلها صبغتها حلوة صارت. هسا راح نبدي، من راح نبدي نطبق هسا اعزل، نظفت الخانات كلها نظفتها، شوف الخانات نظيفة. هسا هاي مهيئها للزواج، هسا راح اطبق احط لها حلة واحط لهم عيش، اذب لهم عيش وهيئها للزواج حتى ارتب حال الطيور زين. قلت لكم خمس زواج بخمس زواج، الزواج الطيور صحتها زينه، يعني تاكل وتشرب وتنام كل شيء عليها، تاكل وتشرب وتنام كل شيء. هاي الفحل، بس الفحل راح نزقق بس هذا، شوف راح اراويكم راح نزققهم. هذا واحد، هذا واحد، هذا الثاني، هذا وين الثالث، الثالث ذاك ولا هذا المكعكل، بس المكعكلات اخوان، واثنين من ذولا زين المكعكلات ما يوقفون، ما يوقفون راحة زين. هسه خل اراويكم الاخ وينه، هذا الاخ، هذا المكعكل، هذول اثنين، هذا واحد وهذا واحد، هذول اثنين، هذا المكعكل وذاك اللي ورا المكعكل زين. هذول هسه بدا يحفر، لازم نلحق على تسقيقهم. والبدرنق، هذا البدرنق على نثيته، هذول طلعوا حلوات كلش، هذا هم راح نزققه، بس ما يزقون يعني، بس تبيض الطيره ناخذ البيض مالتها. ماشي اخوان، هذا تراويكم اياه اليوم. نشوف الفرخات اخوان، هي البارحه طارت الطيور، طارت فصل الظهر والله الظهريه يعني زين الجو عندنا،
فطيرتهم زين يعني طاروا. هذول الفرخات، هذول الفرخات، هذول الفرخات كل شيء ما بيها زينة، صحتها زينة. ما دام ما تطلع برا ما تشوف جريدي ما جريدي، صحتها زينة. والله اخوان هذا يقولون جوزي، بس هو جاي اشوفه جاي يقلب، ما اعرف جوزي جوز جوزي غامق ما ادري والله، جاي يقلب حني يعني لونه اللون الاحمر اللي بصفه شوفه بس فاتح يعني حني. والله بعد ما ادري يعني هذا اللي جاي اشوفه اني زين. هذول الطيور، هاي طيره طابه هنا، انا خلينا نطلعها. هاي الطواير، هذا البدرنق الصغير كبر يمكن فد اسبوع عزله، هم جاي يزقوه، هم جاي يزقه. وهذه نايمه على طبقه بيض، والبيض خير من الله بعد، هنا وهنا وهناك خير من الله البيض زين. هاي راح نطلعها نطيرها، هذه الزاجله راح اطلعها اطيرها. والله يمكن ازوجها على على هذا الزبيري واطيرها، شو اسوي بها انا؟ لا شو اسمه، لا دفع ولا نفع. وذولا خلي يبيضون، انا اريد يبيضون حتى اخلص من شغله البيض، ينامون يحضنون، خليهم يحضنون الى ان يملون، عساهم لا بيضوا. طلعوا روحي والله زين. فاحكي لكم على الطيور، والله طارت الطيور اخوان، وجت حطيت ونقلت لها وبدات تحط هنا. يعني الطريقه هاي يعني مر علي الطريقه، مو اول مره مر علي هاي الطريقه مال الطواير، مال يطيرون الطيور بعدين يتعلمون يحطون هنا بالجوع. اتوب لك اياهم، شوف هسه شلت الاكل مالتهم، شوف شلت الاكل مالهم، ماك ولا هاي، بس القطرات بالقاع، شوف الاكل صفر، بس القطرات بالقاع. خليهم خليهم للظهر للعصر لباكر، لباكر ابقيهم بالاكل، وداعتك وداعتكم لباكر ابقيهم بالاكل. هاي تعلموا هناك يحطون، شوف هناك يحطون. اوكي ما عندي مشكله، انا كنت استخدم بالعراق، استخدم من تحط الفرخات استخدم العلاقه، اشد برجل واحد من الصغار المارده اشد علاقه سوداء وطايره يروح عليهم يخبلهم بعد ما يحطون. بس هناك يفتر يفتر ويجي يشفت بالبرج، هو هذا بالعلاقه. هنا أنا ما ادري يروح ما يروح، على كل هم نستخدمه، ماكو مشكله هم نستخدم العلاقه زين، هم نستخدم العلاقه هسه وكل شيء يقعد بمكانه. خليهم بس يطيرون يحطون هناك، يطيرون يروحون هناك، ينامون مرتاحين لان ما حد يضوجهم فمرتاحين هناك. هسه الله كريم، هسه على الجوع شوف شو يصير فيهم، هسه راويكم اياهم من يجون على الجوع راويكم اياها. اوكي حبايب، هذا سوينا ترتيبات، صبغنا هذا، صبغنا هذول الوجوه، صبغنا شويه يصير الشكل حلو شويه شويه، العافيه بالتداريج زين. هذا صبغناه، سوينا له فت قاطع حلو، هذول صبغناهم. ف هذا اللي عندنا وياكم اخوان، وابقوا ويانا. شوف اخوان هاي طارت، هاي بدوا يطيروا، خلي يحطون وين ما يريدون يحطون، خلي يحطون بالجوع. تويلك يوم توي، هي هاي المضروبة براسها، شوف هاي هاي المضروبة براسها، هي هاي ما جاي تقدر تنزل. خليهم خلي يحطون ما يخالف، خلي يحطون شوية 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 شوية، العافية بالتداريج. هسه راويكم اياهم فد يوم شلون طائرات زين.